يعني انا باخد من كل دوت لسه في حاجات حلوه كتير، والناس اللي زي ديت يعني اكيد بيحب النادي الاهلي، لكن حبه لمصر. وكان معانا من خلال زوم على في الانترو، وهو يتمنى ان الصوره تخرج، وبيتكلم ان مصر هي الكسبانه من هذا اللقاء التاريخي. عايزين نركز على كل دوت، عايزين نركز عليها جدا جدا، ان المكسب بتاع بكره ده لمصر. يعني هي مصر اوريدي كسبانه، هي مصر كسبت يعني النهارده. يعني مصر مش عندها 14 لقب في هذه البطوله، مظبوط. يعني محتاجين يبقى ال 15 ويبقى احنا التوب، يعني مصر اولا واخيرا. يعني ده الشيء المهم جدا اللي احنا بنتمناه ونسعى له. عايزين نشوف نهائي جميل ونفخر بيه ويزيل كل الشوائب السابقه، ونحس ان احنا يعني في نقطة مهمة جدا كابتن هاني، احنا بنتعاقب لحد دلوقتي ان مفيش جمهور. يعني بسبب هذه العصبية اللي احنا بنتكلم فيها. عندك حق، بنعاقب انفسنا، بنعاقب انفسنا. احنا المتعة كلها ان احنا نكون في الاستاد ونعيش الساعتين الحلوين بتاع اي ماتش ايا كان، اهلي زمالك. صحيح. ونقف ورا كل فرقة بتلعب قاريا. يعني الاجواء دي كلها محتاجين نسترجعها تاني. انا اتفق معاك تماما، لان في عقاب احنا بنعاقب انفسنا بيه. يعني بالرغم من ظروف كورونا، وكان السبب يمكن الكبير عدم يعني الاختلاط، لكن كمان جزء ان التوتر اللي حدث يمكن السنين اللي فاتت بشكل كبير من 2011 كمان بتخلي المسؤولين عندهم نوع من انواع التردد. تخيل لو الاجواء يعني اجواء صحيه جدا